نشكركم على تلبيه الدعوه لحضور النشاط الخامس في الموسم الثاني، وخاصه الفنانين الحاضرين معنا، وذلك بتقديم عرض ومناقشه فيلم نور في الظلام لمخرجته خولة بن عمر. اليوم في جمعية حقوق الإنسان باش نعرضوا فيلم نور في الظلام لأول مرة قدام هذا الجمهور. ونور في الظلام هو فيلم اللي كيتكلم على عالم ديال المكفوف، واللي عاد حصل على جائزة أول عمل في مهرجان طنجة في دورته 18. العرض ديال الفيلم في نادي الحقوق ديال الجمعية هو كان من تنظيم ديال الجمعية احتفاء باليوم العالمي للمرأة، أو أنهم يعرضوا فيلم اللي من إخراج ديال مرأة. بغي فقط نذكر أننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فخورين أننا نتعاملوا مع مثقفين ومع فنانين، وكنعتبروا على أن الثقافة هي إحدى البوابات الأساسية من أجل زيادة ديال حقوق الإنسان في البلاد ديالنا. اليوم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتم عرض فيلم نور في الظلام لمخرجته خولة بن عمر، اللي كيجي في إطار الأيام اللي تنظمها النادي الحقوقي السينمائي لفرع الرباط، وهي مناسبة بالنسبة لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جهة الانفتاح على كافة المثقفين، على الفنانين، وعلى يعني المبدعين في المجالات الثقافية، لأننا كنعتبروا على أنها الثقافة هي رافد من روابط ديال النضال في مجال ديال حقوق الانسان، وكنعتبروا على انه من خلال يعني الثقافه ممكن نعملوا جميع يعني الى جانب هؤلاء الفنانين والمبدعين من اجل سياده ثقافه حقوق الانسان في بلادنا. تنظن انه كيف ما قلت يعني في تقديم ديال العرض هذا الفيلم انه كنشتغلوا كناضلوا في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان من اجل يعني توقيع الاتفاقيات الدوليه، ومن اجل احترام ديال يعني من اجل قوانين تحترم حقوق الانسان في المغرب، ولكن نحن يعني لدينا الوعي بانه المساله الثقافيه هي مهمه جدا لتغيير انماط ديال السلوك ديال الشباب خاصه، وديال كافه افراد ديال المجتمع المغربي. وكذلك نعتبر على انه المساله الثقافيه كذلك هي مهمه في تغيير العقليات السائده داخل المجتمع، وكذلك في مكافحه ديال كافة أشكال ديال الإرهاب، وكذلك كافة أشكال ديال الانحراف اللي ممكن توجد داخل المجتمع. شوفوا فينا